السلام عليكم. مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم من كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يلتقي منتخب الجزائر الأول لكرة قدم مع نظير منتخب أوغندا مساء اليوم الأحد 18/26/23 على ملعب جابوما بمدينة دويلة الكاميرونية، وذلك في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023. ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز بأربع مباريات، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقائين. وموعد المباراة تنطلق صفرة البداية لمباراة الجزائر وأوغندا اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والـ7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والـ4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتمكن المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية الذي لديها حقوق بث وإذاعة مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في الشرق الأوسط. وبنتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو دعما منكم للقناة لنستمر بكم ومعكم.